الانتخابات والمسؤولية الاجتماعية كانت مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرائحة، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني للتعايش الديني، وسعادة النائب السابق نبيل غيشان، وسعادة النائب السابق عماد معايعة. وقد ركز المشاركون في الحلقة على ضرورة أن يمارس كل مواطن حقه الانتخابي الذي كفله الدستور، وأن يشارك في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده بلادنا مرة واحدة كل 4 سنوات. كنت أتحدث أول أمس عن موضوعات الانتخابات والنائب الذي نريد، نعم، وتجربتنا. وأنا ما أتيت في هذا الصباح يعني لأثقل على أحبتنا متابعي هذه المحطة العزيزة المنيرة النور سات التي أصرت على أن تكون أردنية، لونها هو لون المحبة، لونها لون الوطن، ولونها وهذا النور الذي نرى أن من واجبنا أن نعكسه، أن نشعه على كل الذين يروننا. فيجب أن يضيء هذا النور قدام الناس ليروا أعمالنا الصالحة. هذا يوم وطني بامتياز. أنا أقول بامتياز رغم وجع وحيرة وشكوك وتردد مجتمعنا وأفرادنا. إحنا أنهكتنا هذه الكورونا، لكنها لم تنهك أرواحنا، لم تنهك إراداتنا. لهذا نحن اليوم نحتفي، الأردنيون لهم الحق، لهم الحق أن يحتفلوا اليوم بأن مملكتهم، بأن دولتهم هي دولة راسخة تتجلى اليوم عندنا أحبائي، تتجلى في هذا الحدث حقيقة رسوخ دولة الدستور والقانون والمؤسسات. واليوم إحنا قاعدين نشتغل على إنتاج هذا المنتج، هو بده يكون صنع أيدينا وإراداتنا. صحيح. رح نكتب أسماء هذا المجلس بأيدينا. صحيح. ومن هنا مطلوب منا أن نحكم ضمائرنا، وقبل التحكيم وبعد التحكيم بدنا نتذكر إنه نحن صناع، وإن كان عددنا قليلا لكن ينبغي أن يكون حضورنا ذا نكهة طيبة ومؤثرة. إحنا ملح هالبلاد، نعم. هيك أحبائنا ورضعانا وأخويانا وجيراننا أولاد عمومتنا المسلمين هيك بيحكوا عنا، نعم. أنتوا ملح البلاد، نعم. نعم. إحنا ملح بهذا الزاد، بدنا نطلع اليوم وننتخب. وأنا ما بدي أروح أنتخب بس المسيحي، التركيز على النائب المسيحي فقط هذا يعني أننا انعزاليون ومنعزلون، والأردنيون المسيحيون المنتمون عمرهم ما كانوا انعزاليين. إحنا منخرطين في كل زوايا وأركان هذا الوطن، نعم. وبالتالي بدنا نركز على النائب الذي نريد والقائمة التي نريد والتي نراها كل حسب رأيه وضميره، نرى أنها تحقق غاية غالية على قلوبنا جميعا أكيد، نعم. وهي خدمة هذا الوطن، نعم. أنا كخادم في كنيسة الأردن أرى بأن مصلحة الوطن هي مصلحة الكنيسة، ومصلحة الكنيسة هي مصلحة الوطن. إحنا لسنا، وأنا أرفض
أن نكون جزيرة منعزلة. نحن بتلاقي هذا المسيح الأردني في كل شريان، في كل وريد، في كل خلية من هذا الوطن الحبيب الغالي. يعني أنا كنت في مجلس النواب على مرحلتين. المرحلة الأولى أنا دخلت مجلس النواب العام 1993 لل 2003 صحفيا على شرفات مجلس النواب، يعني مارست العمل الصحفي 10 سنوات على شرفات مجلس النواب، وكنت أراقب عمل مجلس النواب، وبعدين من 2006 لغاية 2020 أنا كنت عضو في مجلس النواب. أعتقد من الظلم تماما أن نقول أن هذا مجلس النواب فاشل أو ناجح مباشرة. أنت بالأصل ماذا تطلب من مجلس النواب؟ إذا كنت تطلب من مجلس النواب أن يقوم بدور أن يقوم بدوره الحقيقي، فدوره يعني يتلخص في فقرتين أو في كلمتين: الرقابة والتشريع. أنا من تجربتي الآن وراقبت زملائي، للأسف مجلس النواب الماضي قصر في دوره الرقابي، لكنه في دوره التشريعي أعتقد أنه أنجز أكثر من 80% من ما كان مناط به أو أكثر من ذلك، وبدليل أنه هذا مجلس النواب المنصرم 6 تقارير لديوان المحاسبة ل6 سنوات سابقة كانت موجودة بأدراج المجلس، وتم إنجاز هذه التقارير، وتم إحالة بعضها إلى مكافحة الفساد وبعضها إلى القضاء وبعضها تم تصويبه إلى ما. هناك أيضا قضايا أو قوانين كثير مهمة من مثلها مثل قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية كان موجود في مجلس النواب من عام 2014، ومع ذلك المجلس السابق اللي قبل يعني المجلس 16 لم يفتح هذا القانون، تجرأ هذا المجلس وفتح هذا القانون. وإذا بتذكري وأنت الطبية المحترمة أنه أهم شيء في هذا القانون بالنسبة لنا إحنا يعني للمرأة وللطفل، أنه ساوى بين في حضانة الطفل بين المرأة المسلمة والمرأة غير المسلمة أو المرأة المسيحية، وهذا إنجاز في قمة الحضارة وقمة الاحترام. في قوانين كان قوانين الملكية وقوانين الأراضي والشقق والفراغ والكذا، هذه قضايا مثلا كان فيها 13-14 قانون وحدت كلها في قانون واحد اسمه قانون الملكية الفكرية. ألغيت مثلا على العقوبة السجن على الشيكات المكتبية، وهذه كانت تحط آلاف النساء الفقيرات في السجن، لأنه اللي بدها تروح تشتري صوبة فوجكة لأولادها بحطوا الصوبة حقها 30 ليرة بصير حقها 60 ليرة، وكل شك كان تعطيه 10 شيكات 10 ليرات 10 ليرات بالشهر، كان كل شيك يسجن سنة. يعني ما بدي أنا أعدد، لكن للأسف إحنا شعب لا نقرأ ولا نتابع. كل هذا للأسف الناس أغلب الناس اللي بتهاجمك، وأنا ما بحكي الآن فقط عن مجلس النواب، إحنا شعب غير موضوعي، يعني فقط مجرد ما تطلع خبر كذا ببلشوا يشرحوا ببني آدم. وآخر قصة اللي طلعت على رؤية إذا بتذكروا، موضوع المسن اللي ادعى أنه ابنه جابه ورمى بماء عمان وكذا، وتبين أنه هذا الكلام مش صحيح، يعني في قصص كثيرة. لذلك أنا بتمنى من أهلنا الأردنيين أنهم يحكموا على كل شيء، والبرلمان مؤسسة دستورية، الطعن في المؤسسة الدستورية يسيء للدستور، يسيء للنظام السياسي، يسيء للمواطن نفسه. لا مصلحة للأردنيين إلا بمجلس نواب قوي. لذلك على الأردنيين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع أولا بكثافة، وثانيا أن يختار الأكفأ بين المترشحين، لأنه إذا أنا بدي أظني على فكرة ابن عمي وابن خالي
وجاري وقرابتي أو أبيع صوتي. أعتقد هذا موضوع إحنا بدنا نظل نكرر نفس أخطائنا. اليوم فرصة لكل أردني أن يغير، اليوم فرصة لكل أردني وكل أردنية أن يرسل إلى مجلس النواب الأقوياء الأكفياء. لكن إذا بدنا نستمر في أخطائنا السابقة أعتقد أننا سنكررها للأسف. إحنا الآن في عرس ديمقراطي، ولكن في انتخابات استثنائية. هذه الانتخابات نعيشها لكن في ظل جائحة مقيتة، جائحة غير هينة على العالم كله وعلى الأردن، وخصوصا في المرحلة الثانية اللي داهمتنا وأصبحت الأعداد كبيرة جدا. كان في السابق وكنا نتمنى أن يكون في هذه الأيام، وكنا نتمنى وسامحوني على التعبير، كنا نتمنى أن تؤجل الانتخابات لفترة معينة على الجائحة أن تنتهي والعرس الديمقراطي أن يكتمل. لأني أتذكر في عام 2003 عندما كنت مرشحا للانتخابات، كنت أمر إلى مادبة من الطريق الغربية، أجد الخيام المقار مزدهرة، الأعلام ترفرف، العالم، الموسيقات، الفرح، كل هذه الأمور كانت تعطي في القلب شيء رائع. حتى الإنسان لو نجح أو لم ينجح كان الفرح في قلبه وباستمرار، وكانت المقار تعطي فعلا مثال إلى التماسك بين كل الأطياف في الأردن من مختلف المنابت والأصول. كنت ترى ابن الشمال يفرح مع ابن الجنوب، وابن الشرق يفرح مع ابن الغرب، فكانت الأمور تختلف. أقول بأمانة كانت تختلف، لكن في هذه الأيام وكانت رغبة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أن يكتمل هذا العرس الديمقراطي في وقته، حتى نظهر للعالم بأننا نستطيع تجاوز الأزمات، وأن تكون لنا ولدينا إدارة أزمات كبيرة قادرة. فلذلك نعيش الآن في هذا الجو الديمقراطي. نتمنى على أحبائنا الناخبين أن يكونوا أمام صناديق الاقتراع، نتمنى حتى نحقق النسبة المطلوبة والنسبة التي نطمح فيها، وأن نحقق أيضا في انتخاب مجموعة من النواب الذين نحتاجهم في المرحلة المقبلة. المراحل المقبلة على الأردن مراحل صعبة، ليس لتوظيف فرد معين في دائرة أو في منطقة أو في وزارة، لكننا سنقابل أزمة اقتصادية، وقد تكون أيضا في العالم وفي الأردن بالذات أزمة سياسية وأزمة اجتماعية، لأنه في هنالك متغيرات في العالم من انتخابات أمريكية، من أمور أخرى، ومن من حولنا من مشاكل وصعوبات. نعم صحيح. فلذلك بلدنا يحتاج إلى وقفة إلى البرلمان الأردني 19. نعم. وقفة تكون وقفة رجولية، ووقفة سيدات نفتخر فيهم حتى يستطيعوا أن يحققوا ما في القلب وما في الوطن من احتياجات في كل الأمور.